نعم، ماذا أخذنا؟ المقدمة، وفيها أربع مسائل. هذه المسائل هي: أولا لابد نتعلم، ثم نعمل، ثم ندعو. الأعذاب، صحيح. لو قال لك قائل: الآن هذه النار، وهذا الصغير يمشي ويكاد يسقط في النار، تتركه أو تنبهه؟ من ينبه في الجميع هنا؟ من الذي يجب عليه أن ينبه؟ لا، هذا فقط يجيب، الكل أو واحد شخص بعينه أو هذا بعينه الذي يرى حال هذا؟ تمام، هذا في نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ نسأل العافية والسلام. كيف أنت ترى الآن الكفار أوشكوا الوقوع في حفر النيران؟ تراهم بعينك الآن، أنت وأنت عايش في هولندا، صدق والله، ما تحذرهم؟ تأثم أو لا؟ الآن لو يمشي، قلنا الصغير هذا ويكاد يسقط هنا وأنت تراه ومطلع على حاله ولم تنبهه، سقط، تأثم؟ يضمنك السلطان القاضي، يضمنك؟ نعم. فكيف بنار الدنيا وأنت ترى الآن؟ فلماذا ما نعلم الناس التوحيد؟ في فرق يا أخواننا بين الفتوى. الفتوى هذه لها كبار العلماء، لها القضاة الشرعيين. أما الدعوة إلى الله الذي لا تشك فيه 1%، هذا لابد تدعو إليه. بالله، هل يشك واحد فيكم في التوحيد؟ هل يشك واحد فيكم في وجوب الصلاة المفروضة 5؟ إذن هذه ليست بفتوى، هذه دعوة. الدعوة الذي لا تشك في 1%، هذا لابد تدعو إليه. أما الفتوى لا يمكن أن نتكلم بها أبدا. نعم، ما الدليل على المسائل الأربع؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم يا أخي، أقسام الصبر الثلاثة: الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، عن معصية الله، ما يمكن يقول على، نعم، عن حتى تجتنب. والثالث أقدار الله، ما يقدر الله سبحانه وتعالى عباده. هذا هو القسم الأول. كثير من الناس يريد جاهد ويقول: أنا لماذا لا أجاهد؟ أول من تجاهد، لابد تجاهد نفسك، وجاهد الشيطان، وجاهد النفس والشيطان وعصهما. أول من تجاهد، تجاهد نفسك. كيف أجاهد نفسي؟ بسورة العصر. تريد من الكافر يصلي، صح؟ يتعلم التوحيد، يصوم، صح؟ إذا لابد أولا أنت، إذا تجاهد نفسك بهذه المسائل الأربعة قبل أن تفكر في الجهاد، في جهاد يعني الكفار والمنافقين أو ما إلى ذلك. سيأتي معنا بإذن الله تعالى، والله أعلم.